وبشأن بيان هيئة علماء المسلمين عن الاعتداءات المتكررة على النساء وانتهاك حقوقهن، ينضم إلينا عبر الهاتف الناطق الرسمي باسم الهيئة الدكتور عبد الحميد العاني. دكتور عبد الحميد، مرحبا بك. أصدرتم بيانا بشأن الانتهاكات التي ترتكب بحق المرأة العراقية بتبادل الأدوار بين القوات الحكومية والميليشيات. بداية، كيف تصف وضع المرأة العراقية بعد الاحتلال الذي بشر بالديمقراطية وحقوق المرأة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناتكم المباركة. إذا أردنا أن نصف هذه الحكومة وحكومات السابقة لها، حكومات الاحتلال جميعا، بشيء تميزت به فإنها تميزت بالانتهاكات لحقوق الإنسان بكل أنواعها، فضلا عن الفساد في جوانبه المتعددة. وهذه الانتهاكات التي شملت كل شرائح المجتمع العراقي، فربما من باب الأعراف والعادات عندنا في العراق التي يعني جعلت للمرأة مكانتها واحترامها، فضلا عن الدين الإسلامي الذي أوصانا بها، فإننا نجد الانتهاكات ضد هذه المرأة ربما تكون جدا كبيرة ومعيبة بشكل جد كبير. هذه الانتهاكات بحق المرأة تدلل على أن هؤلاء المجرمين لم يراعوا أي مقدس من المقدسات ولا احترموا أي عرف من الأعراف، فهم استباحوا الدماء والأعراض والأموال وكل شيء. وهذه الانتهاكات التي ذكرناها في بياننا اليوم هي حلقة ضمن سلسلة كبيرة من الانتهاكات بحق أبناء الشعب العراقي جميعا. اللافت دكتور أن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية مستمرة ومتنوعة، كان آخرها ربما اغتصابهن في الأشهر الأخيرة. كيف ترى إلى الأهداف التي تقف وراء هذا التصعيد ضد النساء؟ هل هناك أهداف أخرى؟ بالمناسبة هي لم تت... يعني ليست جديدة كما أشرت أيضا وربما أشرنا له في بياننا. هي مستمرة يعني منذ ما بدأ الاحتلال على يد جنود الاحتلال ذاته، ثم هذه الأدوات أدوات الاحتلال منذ 2003 إلى اليوم، لكن بين الحين والآخر نراها تتصاعد، وربما يكون كأنه هنالك تواصي بين هؤلاء المجرمين للتركيز على مثل هذه الجرائم. هي حقيقة هذه الانتهاكات وغيرها، كما أنها تدلل على يعني الأخلاق المتدنية لهؤلاء وإجرامهم وحجم إجرامهم، هي أيضا تدلل على المشاريع التي تعتمد عليها من تحرك هذه الأدوات، وهو قضية إثارة الفتنة بين أبناء الشعب العراقي من جهة، ومن جهة أخرى القضية الأولى والأساسية وهي المشاريع التي تبتغي إيران منها تغيير التركيبة السكانية في بعض المدن والمحافظات بغية أهداف استراتيجية تحقق لإيران تمهيد الطريق أو وضع موضع قدم في بعض المحافظات. إذا رأيناها ربما كما في هذه الحالات في المدة الأخيرة أنها تصاعد في محافظات معينة وتحديدا في محافظات. في المقابل دكتور عبد الحميد، ورغم حالة الاستياء الشعبية من هذه التصرفات وهذه الانتهاكات والجرائم، يعني لا يجد المواطن العراقي جهة رادعة توقف وتضع حد هذه الانتهاكات، لماذا برأيك لا تتحرك مثلا يعني اللجان الحقوقية البرلمانية لإيقاف هذه الممارسات والانتهاكات وهي تراها وتشاهدها؟ هي كل الموجودين عندنا في العراق، الأجهزة كافة الحكومية هي متعاونة في ظل هذا المشروع، هم مؤتمرون بأمر المشروع السياسي الذي وضعه الاحتلال، وأيضا متعاونون مع غايات جارة السوء إيران في العراق تحديدا. لذا لا يمكن لهؤلاء أن يحاسب بعضهم البعض، فكلهم هم مسؤولون عن هذه الجرائم وغيرها. هنالك تكامل بين هؤلاء وهؤلاء، تكامل بين هذه الجرائم من انتهاكات والجرائم الأخرى جرائم الفساد، ولذا لا يمكن التعويل على أن يكون الفاسد محاسبا للمجرم، ولا يمكن للمجرم أن يحاسب الفاسد، وهكذا دواليك. الناطق الرسمية باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.